السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وكويسين. كل فيديو انتوا طيبين يا جدعان، والله العظيم الواحد انا مش عارف اتكلم. بص بقى، احنا نسلمها لله، الكلام اللي هيطلع كده والله العظيم بما يرضي الله. طبعا في رسالة مهمة جدا جدا هوجهها لكل قنوات اليوتيوب المشهورة، وفي رسالة برضك هوجهها لقنوات اليوتيوب الصغيرة والقنوات اللي الناس اللي لسه عايز تعمل قنوات. بس قبل اي حاجة يا جدعان، كملوا معايا الفيديو للاخر عشان بجد الكلام اللي هيطلع ده كده اول مرة يتقال، وبالحب والله العظيم كل حاجة. واللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يعني احب اشكر في الاول وفي الاخر، يعني اشكر ربنا بجد والله العظيم يا رجالة، يعني بشكرك يا رب بجد والله العظيم على توفيقك ليا وعلى حب الناس ليا اللي انت جعلته لي. والله العظيم يا جدعان لولا توفيق ربنا ولولا يعني ربنا قبل اي شيء، والله العظيم لولا توفيق ربنا ما كنتش وصلت النهارده للرقم ده. هو رقم مش كبير ورقم مش قليل، الحمد لله رب العالمين. النهارده يعني قناه يوسف صبحي والله العظيم مغرور ولا فشخره ولا اي حاجه. النهارده قناه يوسف صبحي الحمد لله كمشاهدات كعدد اشتراكات الحمد لله بتنافس من اقوى قنوات الحمام، يعني الحمد لله من اقوى قنوات الحمام اللي على اليوتيوب، الحمد لله رب العالمين. والله ولا عظيم ولا غرور ولا اي حاجه، الحمد لله كمشاهدات، الحمد لله كاشتراكات، وكل حاجه هنعرفها بالتفصيل. احب تاني يعني تاني رساله اوجهها يعني لعيلتي يا جدعان، عيلتي اللي دي سندتني، ابويا وامي واخواتي وعيلتي كلها اللي دايما كانوا بيسندوني واللي دايما كانوا بيقفوا في ظهري. الله العظيم يعني لولا هم يا جدعان انا ما كنتش برضك كملت. وتاني تالت حاجه يا جدعان، احب اشكركم انتوا كمتابعين. لا احب اشكركم انتوا كمتابعين على اللي انتوا عملتوه معايا. لولا انتوا برضك بعد الناس دي كلها وبعد ربنا طبعا ما كنتش انا وصلت اللي انا فيه ده. والله العظيم لو هفضل اشكركم من هنا لفين، مش هوقفلكوا حقكم يا جدعان، عشان لولا انتوا ولولا دعمكم ما كنتش وصلت لهنا. وبرضك بحب اوجه رساله للناس اللي لما بتعلى جامد او في المشتركين والحاجات دي وتتكبر على المتابعين، ده يبقى ناس ناقصه، ناس ما شافتش تربيه، عشان لولا المتابعين اللي انت بتتكبر عليهم دول ما كنتش هتوصل ولا كنت هتبقى حاجه. وتالت ورابع حاجه بقى يا جدعان، نخش بقى على الناس المحترمه، الناس اللي دعمتني، على اصحابي اللي عندهم قنوات على اليوتيوب. الله العظيم يا جدعان لولا هم يعني سندوا ظهري ليا بجد، شكرا شكرا ليكم بجد. اول قناه يا جدعان او اول شخص حبيبي 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 واخويا الصغير، واللي يا جدعان والله انا وهو كده دلوقتي، مهند محمود يا جدعان صاحب قناه غاوي السلاكه. احب اشكرك جدا يا مهند والله العظيم، يعني انت برضك كنت بتدعمني في كل حاجه وكان بينزل معايا السوق، يعني بجد يا مهند ربنا يخليك ليا. تاني حد يا جدعان احب اشكره برضك جدا جدا، الراجل المحترم الراجل العسليه ابو مجدي. ابو مجدي يا جدعان صاحب قناه ابو مجدي اللي بتاع السوق، والله يا ابو مجدي الست راحت دماغه اتفرمتت فمش فاكر والله. المهم ابو مجد يا جدعان عنده قناه بينزل يقدم محتوى عن السوق، راجل محترم جدا 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 وعسليه، احب اشكرك والله العظيم ابو مجدي. تالت قناه معانا احب اشكرها قناه شاكوش يا جدعان، اخويا شاكوش الحمام مع شاكوش، احب اشكرك يا شاكوش بجد والله العظيم، يعني على اللي انت برضك كنت بتدعمني بكلمه حلوه وكل حاجه. والله العظيم وعايزكم برضك يا جدعان تكملوا، عشان في الاخر كده هقول لكم انا بديت ازاي، ورساله برضك للقنوات التانيه. وجدعان احب اشكر برضك، احب اشكر ابو يوسف. ابو يوسف يا جدعان الراجل المحترم بتاع الاردن، وراجل يعني بحبه كده لله، راجل محترم جدا. لو انت بتتفرج على الفيديو ده يا ابو يوسف احب اشكرك وعلى دعمك ليا ويعني كلمتك الحلوه ليا، فاحب اشكرك. وبرضك احب اشكر يا جدعان علاء صاحب قناه اتكلم حمام، راجل جدع جدا مع انه شاب صغير واصغر مني بس محترم وراجل، واحب اشكرك علاء. واحب بقى يا جدعان رساله لكل قنوات اليوتيوب، قناه احمد ادم عم احمد ادم العميد، احب اشكرك برضك جدا. كوتو ادم، احمد ماكو، عم حوده سيوده، مين تاني؟ اللهم صل على النبي، مش عايز انسى حد والله العظيم يا جدعان، انا مش عايز انسى حد. محمد امين،
اللهم صل على النبي. يعني انا مش عايز انسى حد، فمعلش لو محدش يتذكر اسمه يا جدعان، يعني محدش يزعل مني. فانا والله العظيم بشكركم كلكم، وبحب اوجه لكم رساله ان والله العظيم لولا انتوا ولولا الناس الكبيره اللي كانت بتعلمنا معلومات ديك ما كنتش انا وصلت لهنا برضو. يعني استفدت منكم كتير، واستفدنا يعني بصوا، واستمتعنا في فيديوهاتكم. فبحب اشكركم كلكم، وعايز برضك اوجه رساله للقنوات اللي لسه هتبدا يوتيوب، او الناس اللي عايز تبدا يوتيوب، او الناس اللي بادئه وقنواتها صغيره وبتشتكي. بص، نصيحه من اخوك الصغير او اخوك الكبير، مهما 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 عايز تعمل محتوى على اليوتيوب، والله بجد ما تطلبش دعم من حد، انت اللي هتدعم نفسك بنفسك، انت اللي هتشيل نفسك بنفسك يا ابني. انت والله العظيم يعني بص، القنوات الاكبر منك والكلام دي كلها، يعني انا اهو شاكوش مثلا، ابو مجدي، الناس دي كلها، مهند، والله العظيم يا جدعان لو كل واحد كان بيطلب الدعم ما كانش حد وصل، ما كانش حد اتفرج عليه. بس احنا كنا بنصبر وبنجاهد وبنحاول، يعني بصوا لغايه ما وصلنا الحمد لله، انا اهو الحمد لله 30,000 مشترك، محدش عمل لي دعم قبل كده غير كام شخص في البدايه خالص، وكنت الواحد لسه مش فاهم. فوالله العظيم يا جدعان، لما انت تدعم نفسك بنفسك، الناس هتخش تتفرج عشانك انت. بس لما الناس تيجي لك من عندي انا، وتجي لك من عند مهند، وتجي لك من عند شاكوش، وتجي لك من عند ابو مجدي، هتيجي تنزل فيديو محدش هيتفرج عليك، عشان خاطر الناس جايه لك، عشان خاطر ناس تانية. فانت لما تعمل محتوى وتصبر يعني وتجاهد كده، الناس هتتفرج عليك انت. الناس اول ما تنزل فيديو هتخش على الفيديو عشانك انت، مش عشان خاطر حد تاني. فانت يعني ادعم نفسك بنفسك، تطلبش المساعده من حد، عشان ما تضمنش ان انت هتطلب منه الدعم ده بعد ما تنجح يقول لك ده انا اللي دعمته، وانا اللي كبرته. فانت ابني نفسك بنفسك. وعايز برضك اقول لك نصيحه من اخوك الصغير، محتوى اليوتيوب ده عمال، اي محتوى في اليوتيوب، اليوتيوب صعب، اي محتوى عليه عايز استمرار، وعايز تصوير، وعايز فضاء، وعايز حاجات كتير قوي، وغير الشروط لما تيجي تحققها والله العظيم مجال واسع. فانت درس كل ده قبل ما تيجي تعمل قناه حمام. والله العظيم يا جدعان انا مش عارف اقول لكم ايه تاني، بس انا عايز اقول لكم، انا بديت يا جدعان بدايتي في اليوتيوب، انا كنت قاعد بصور، يعني قاعد بلعب بالتليفون وعمال اصور هنا وهنا، قلت طب ما انا اعمل فيديو كده عن الحمام، المهم يا جدعان، اللهم صل على النبي، قمت مصور فيديو كده، حتى اخشوا على القناه، اول فيديو نزل على القناه دي، قمت مصوره كده، وكنت حتى مفيش كاريزما في الكلام ولا اي حاجه، وكنت بخايف من الكاميرا، وتلاقيني ما كنتش عارف اتكلم خالص، ونزلته. في نفس اليوم قمت مصور فيديو تاني اللي هو بتاع النش اللي نزل بعديه على طول، وابتديت بقى ايه اتجرى في الموضوع، وفضلت اصابر واجتهد. وبرضك خد دي مني، انا والله العظيم يا جدعان، انا كنت في البدايه، في اليوم بزيد بالمشترك والمشتركين، ويوم ما كنت بزيد 5 مشتركين في يوم واحد انا كنت بعمل فرح، وكانت قناتي معدل مشاهداتها في البدايه خالص 10 و20 و30 مشاهده، لغايه ما كانت بتوصل 60 و70، ويوم ما كانت بتوصل ل 300 مشاهده ده بالنسبه لي فيديو ضرب، كنت بحس بقى ان انا ماشي في الشارع الناس هتشيلني وانا مشهور والكلام ده كده كله. يوم ما كانت بتوصل ل 300 مشاهده وده كان اقصى رقم بيجي لي، فضلت برضك صابر وفضلت اجاهد. والله يا جدعان انا تميت 1000 مشترك، اول 1000 مشترك ليه قعدت يجي سنه او سنه ونص عشان اتم 1000 مشترك. الحمد لله رب العالمين، والنهارده قناه في اليوم، الحمد لله وشكر ليك يا رب، بتزيد بال 300 و400 و500 مشترك في يوم واحد، الحمد لله رب العالمين. ده كله بالصبر بالاجتهاد، وفضلت يا جدعان انزل في فيديوهات ما يئستش، والله العظيم ما يئست، فضلت مكمل لغايه اما ربنا كرمني. والله 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 الحمد لله، النهارده يا جدعان بوعدها لكم تاني، والله العظيم ما فشخره، وانا اقل الناس والله العظيم، ولا عمري اتكبرت على حد ولا هتكبر على حد، ان دي تربيتي يا جدعان. انا لما بقول لكم حاجه والله العظيم ما قصدي حاجه، وانا بقول لكم يعني كان 300 و400 و500 مشاهده، وده الفيديو لما يضرب، الحمد لله رب العالمين، والنهارده الفيديو في اليوم الواحد بيجيب من 4000 ل 5000 في اول ست ساعات، 4 و5000. الفيديو بقى معدل مشاهداته كلها في الكام يوم عندي الحمد لله رب العالمين بقى يوصل ل 20,000، 15,000، 17,000، 10,000، الحمد لله رب العالمين، بقيت من اعلى المشاهدات على محتوى الحمام على اليوتيوب. فهي بالصبر، هي قصه كفاح يا جدعان، والله انا مش طلعت فشخر بنفسي ولا اي حاجه، بس هي قصه كفاح، اساسها الصبر، اساسها التوكل على الله، اساسها يعني توكل على الله،
اهلك يدعموك، اهم حاجه ما تقصرش في حق اهلك، ما تقصرش في حق ربنا، اهم حاجه امشي بمعود الله وادي المعلومه صح، واصبر واسند نفسك ودعم نفسك وهتوصل في يوم من الايام. فده يا جدعان كده الفيديو بتاعنا النهارده، معلش بقى لو انا طولت عليكم. وفي النهايه برضك بحب اشكركم كلكم تاني، ومعلش لو انا نسيت حد سامحوني. ويا رب يا رب يا رب كده كل واحد يحقق اللي هو نفسه فيه. وادعوا لنا يا جدعان نتم 100,000 قريب ان شاء الله، هعمل فرح بقى. بس كده يا رجاله، وكان معكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.